كان عندنا واحد النشاط الا وهو تدشين بناء وحده للجبن المشتق من حليب الماعز بمدينه البروج اللي كانت نتيجه ديال واحد مسيره طويله بديناها مع بزاف ديال المنظمات الدوليه وكذلك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمديريه الجهويه وكذلك المديريه الاقليميه للفلاحه بمدينه سطات، وهي اللي خرجت لنا بهذا المشروع الكبير اللي سنتمناو منه انه يكون ان شاء الله بدايه حسنه وغادي يكون يشارك في النشاط الاقتصادي ديال هذه المدينه، وخاصه ان غادي يشغل واحد اليد عامله وغادي يولي واحد الرواج وما نبقاوش منحاصرين غير على الجبن الطري ديال الحليب الماعز، ولكن كذلك غنوليو ان شاء الله نديروا ياغورت دانون ديال حليب الماعز. عندنا كنا بدينا بواحد 24 ولكن دابا تبارك الله رحنا واصلين لواحد 100، واللي تدفع الحليب دابا نشيطات نظرا للظروف الصعبه ديال الجفاف نقص هذاك القاطع، ولاو دابا كاينه واحد 23 منخرطه اللي تدفع الحليب بصفه مستمره على طول السنه.